أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبوتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة وحلقة جديدة من البرنامج. النهاردة إن شاء الله في السبوت الثاني والفقرة الرئيسية معنا في البرنامج هنكمل اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت قلنا ورفعنا شعار لا للمخدرات لا للإدمان وعرضنا حالات من أرض الواقع. النهاردة عشان نكمل رسالتنا ان احنا بنعرض الحالة ونكملها ونحلها او نحاول نحط رجلنا على اول طريق الحل، ده هنشوفه ان شاء الله في السبوت التاني. اما الوقت للسبوت الاولاني ودردشتنا الاسبوعية المعتادة، النهاردة انا عاوز اتكلم على موضوع بيستفزني انا شخصيا، وهو البحث عن الشهرة، البحث عن المكسب السريع اللي بدأ يظهر بشكل كبير وسط الشباب وكمان الأطفال. النهاردة ابن أخويا بسأله إيه انت عاوز تبقى ايه او كده، فيقول لي ده انا الوقت عندي 6 أو 7 سنين ولسه ما حققتش حاجة من طموحي. طموحي 7 سنين؟ امال اللي عنده 40 و30 و20 يقول ايه وتقول لسه ما حققتش طموحي؟ ايوة، الشباب بدأ يبص دلوقتي على السوشيال ميديا ويشوف ده بقى مشهور، واحد بيطلع يلعب على الكمبيوتر او على الموبايل وبقى مشهور، واحد بيطلع يهزر مع اصحابه وبقى مشهور وبيجيب فلوس وركب عربيه وجاب موبايل، وده يقول لي انا عاوز الموبايل مش عارف، مش لازم اقول اسماء موبايلات يعني 11 برو ماكس وحاجات كده. في ايه يعني؟ احنا زمان كنا فين ودلوقتي بقينا فين؟ العصر اختلف، لكن العصر اختلف لان احنا اللي بنساعد على هذا الوضع، بنساعد كاشخاص وبنساعد كاعلام. النهاردة لما تلاقى ان في شخص يطلع يعمل حاجة غريبة زي الشاب مثلا اللي طلع قاعد يتكلم في الميكروفون ويتكلم خطيبته وكذا 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 وفي الاخر طلع اعتذر، بس بيقول في الاخر ايه؟ اصل انا كنت عاوز امثل. اذا هو عمل زي اللي عمل زمان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح يعني انا اسف بال في بئر زمزم عشان يبقى مشهور ومعروف والناس تعرفه، بيعمل الغلط حتى عشان الناس تعرفه. طبعا كلنا تابعنا على السوشيال ميديا الترند الاخير لفتاة سقارة. فتاة سقارة، فتاة راحت هناك في منطقة سقارة في منطقة الاهرامات وراحت وتصورت ونزلت الصور بتاعتها. لحد دلوقتي مفيش مشكلة، حد راح وتصور بغض النظر بقى ان في مخالفة قانونية بتصوير باذن او بدون اذن، بتصريح او بدون تصريح، دي مش مشكلتي، مش انا اللي بتكلم في دي. لكن هل المنظر اللي اتصدر ده، هل هو ده الصورة اللي عاوزين نوريها لبنات مصر؟ أنا مش بتكلم على حد إن أقول مين يلبس ويلبس إيه ومين ما يلبسش وما يلبسش إيه، مش دي مشكلتي. أنا مش هقدر إن أنا أطلع يعني أمسك حرية حد وأقول لأ ما تعملش، لكن هل دي الصورة؟ لو هو فيلم بيتكلم عن الفراعنة وفعلا هل دي كانت صورة الفراعنة زي ما الرسومات بتقول، اتس أوكي مفيش مشكلة، اعمل زي ما أنت عاوز. لكن أنا يهمني اللي حصل بعد كده مش اللي حصل قبل كده. النهاردة الفتاة دي بدأت تظهر في كل القنوات وقنوات كبيرة ومع مذيعين كبار احنا بالنسبة لهم قد كده. النهاردة يعني البرنامج اللي هو محتاج شهرة ولا هو محتاج اعلانات ولا محتاج حاجة من دي؟ طب سيبوا الكلام ده للناس لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم عاوزين يعملوا حاجة جنب حاجة عشان يمشوا حاجة تانية. لكن النهاردة لما نصدر هذه الصورة، انا اسف في التعبير ان احنا يعني مش عاوز اقولها، يعني انا بحاول اتحفظ على الفاظي شويه، يعني ان يظهر باللبس ده، خلينا نقولها كده هنمشيها كده، حد يظهر باللبس ده عشان يظهر في الاعلام وبعد كده تطلع تصرح ان انا جالي بعد الصور دي افلام كتير وعروض كتير. ما النهارده انت هتخلي اي حد يفكر في كده؟ ما هو اللي يعمل كده هيطلع في التلفزيون وهيطلع في الافلام ويطلع في السينما، ويا سلام ويا سلام على احلى كلام. ده ينفع؟ ده ينفع؟ لو هي الصوره ان انا عاوز اصدرها، اصدر صوره، يا ريت يا جماعه تعرضوا لنا الصوره اللي معانا بتاعه الفتاه اللي من الاقصر، فتاه اسمها نيره حسن. نيره حسن طالبه اثار، شوفوا المنظر شوفوا الفرق، هي طالبه في الاثار وحبت تبين وتعرض وتظهر وتقول نحن مصر، حبت توري اثار مصر بشكل محترم بيدل على الفتاة المصرية. ما هي مش ممثلة عشان تلبس زي الفراعنة كانوا يلبسوا ازاي. احنا طبعا مرضناش نعرض الصورة التانية، مرضناش نعرض الصورة التانية، معانا الصورة مش هنعرضها، خلينا بس مستقرين على الصور الجميلة اللي بتعبر عن الفتاة المصرية
والحضاره المصريه. دي صوره نقدر نصدرها. هل بقى جبنا دي واستضفناها وتعالي وعمل؟ مفيش. ليه؟ احنا عاوزين نجيب الترند، نجيب الترند عندنا، نعلي في مشاهداتنا، نعلي في برامجنا، نعلي في اعلاناتنا، لكن الصوره اللي هنصدرها للناس ايه؟ ما بيهمناش الصوره اللي نصدرها للناس ايه. على فكره دي مش اول واقعه، ومش اول واقعه في مصر. في قريه تاريخيه اثريه اسمها او قريه تراثيه باوشيجر، اوشيجر دي تبع محافظه شجره اللي هي شقراء يعني في المملكه العربيه السعوديه، وانا كنت تشرفت ورحت هناك وغطيت مهرجان ربيع اوشيجر في سنه من السنين، وشفت المكان والاثار الجميله اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه. فتاه برضو حبت تتشهر وموديل، مش هقول اسماء الناس اللي احنا مش عاوزين نتكلم عنهم بشكل واضح، مش هقول اسمها، راحت ودخلت المنطقة دي وبرضه عملت فوتو سيشن بأزياء لا تمت للحضارة السعودية ولا الدين في الإسلامي أو أي حاجة بتدل على المنطقة في الشيء. إذن هي أصبحت آفة من الآفات، البحث عن الشهرة، أعمل أي حاجة عشان أتشهر، أعمل أي حاجة عشان يجيلي فلوس. كنت بتفرج كده على فيديو وفيه اتنين من اليوتيوبرز أو الناس اللي بتشتغل على التيك توك طالعين، فالمذيع بيقول لهم وريني الموبايل اللي معاك، اه ده احدث موديل، ده 20,000 او 30,000، ومراته نفس الكلام اللي اتعرف عليها برضه بنفس الطريقه، وعربيه احدث موديل. ما هو انا كده دلوقتي الاولاد بقى كله بيبص دلوقتي، انا هتعلم ليه؟ انا هتخرج ليه؟ انا هشتغل ايه؟ ونيجي في الاخر نبدا ندور على ان مفيش طموح، مفيش حاجه، ونوصل في الاخر ان احنا يحصل برضه عندنا ادمان ومخدرات وجرائم، كله بسبب حاجات صغيرة احنا شايفينها صغيرة لكن كانت عند التربويين اعظم. اتمنى ان احنا نخلي بالنا من النقطة دي، نعرف الناس ان ما بتوصلش الحاجة الا لما بتتعب. نوصل للناس سواء اسر او اعلام، واحنا اصغر من ان ننصح الناس الاكبر مننا، ولكن احنا بنقول وبنقدم رسالتنا وبنعمل اللي علينا. ده كان السبوت الاول معانا، والفكره اللي انا عاوز اوصلها والرساله اللي انا عاوز اوصلها، واتمنى ان ما اكونش اتعصبت بشكل زياده، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نختصر في هذا الكلام. انا بقى دلوقتي عاوز اوجه كلامي للساده المشاهدين، انا يعني لكم عندي حق ولكم عندي اعتذار كبير جدا. احنا بيجي لنا مكالمات كتير اثناء الحلقه وبعد الحلقه، بس اعذرونا الوقت بتاعنا ضيق، وكمان بيبقى محددين الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، فما نبقاش عاوزين ان احنا نفتح المواضيع بشكل كبير. والرسائل اللي بتجيلنا، والله يا جماعه احنا بيجيلنا رسائل كتيره جدا على الفيسبوك او على صفحه البرنامج او صفحتي الشخصيه، وبيجيلنا على الواتساب بتاع البرنامج والواتساب الشخصي، رسائل كتير وطلبات كتير، فاحنا بيبقى صعب علينا جدا ان احنا نرد على كل الناس دي، لكن ان شاء الله انتظروا النهارده هندي فرصه للناس وهنقدم لكم مفاجاه كويسه ومساعده كويسه ونكون الدالين على الخير. كده السبوت الاول بتاعنا انتهى بكل ما فيه، دلوقتي هنطلع نشوف فيديو بسيط نشوف فيه مختصر الكلام اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، ونستقبل ضيوفنا ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. سبوتس مع أنور سالم. المخدرات والإدمان آفات في مجتمعنا المصري. سيدة جاية بتستغيث من إن ابنها وقع فارسة للإدمان وللأسف البودرة. مبادرات كثيرة ضد الإدمان وضد المخدرات، ولكن ما زالت مستمرة وبدأت تستشري الفترة الأخيرة. نتكلم لأن احنا في كارثة، البودرة منتشرة انتشار غير عادي. نادر جدا لما نلاقي حد، أعزائي المشاهدين، يطلع يقول أنا عندي حالة، لأن بيخافوا من التنمر ونظرة الناس، بس حضرتك حبيت تفتح الجرح وتتكلم. أنا عندي اتنين، عندي شاب 17 سنة وعندي شاب 20 سنة، الاتنين مدمنين بودرة. وده عينة قدام حضراتكم، عينة واقعية بنتكلم بيها عشان ما يبقاش كلام في الهوا. اللي احنا نعرفه إن البودرة كنا بنشوفها في الأفلام، كنا بنشوفها في المسلسلات مع الناس اللي هم الأغنياء والكلام ده كله،
انما كون ان البودره توصل الريف فده خطر. حاجه فاطمه اتفضلي. انا لو سمحت انا عايزه بلد تنضف. طيب حضرتك منين يا حاجه فاطمه؟ بلد تنضف، بلد ملانا بودره اتولد. حضرتك منين؟ ينقص صواب الحضانه ينقص صواب. طول ما البودره في موجوده قدامه هو مش هيبطل. احنا بنحط سبوتنا على الموضوع ده، نقول يا جماعه الحقوا اصحوا، في خط، في خطوره بتحصل، في كارثه بتحصل. سبوتس مع انور سالم. سبوتس مع انور سالم. المخدرات والإدمان آفات في مجتمعنا المصري. سيدة جاية بتستغيث من إن ابنها وقع فارسة للإدمان وللأسف البودرة. مبادرات كثيرة ضد الإدمان وضد المخدرات، ولكن ما زالت مستمرة وبدأت تستشري الفترة الأخيرة. نتكلم لأن احنا في كارثة، البودرة منتشرة انتشار غير عادي. نادر جدا لما نلاقي حد، أعزائي المشاهدين، يطلع يقول أنا عندي حالة، لأن بيخافوا من التنمر ونظرة الناس. بس حضرتك حبيت تفتح الجرح وتتكلم. أنا عندي اتنين، عندي شاب 17 سنة وعندي شاب 20 سنة، الاتنين مدمنين بودرة. وده عينة قدام حضراتكم، عينة واقعية بنتكلم بيها عشان ما يبقاش كلام في الهوا. اللي احنا نعرفه ان البودرة كنا بنشوفها في الافلام، كنا بنشوفها في المسلسلات مع الناس اللي هم الاغنياء والكلام ده كله، انما كون ان البودرة توصل الريف فده خطر. حاجة فاطمة اتفضلي. انا لو سمحت انا عايزة بلد تنضف. طيب حضرتك منين يا حاجة فاطمة؟ بلد تنضف، بلد ملانا بودرة اتولد. حضرتك منين؟ ينقص صواب الحضانة ينقص صواب. طول ما البودرة في موجودة قدامه هو مش هيبطل. احنا بنحط سبوتنا على الموضوع ده، نقول يا جماعة الحقوا اصحوا، في خط، في خطورة بتحصل، في كارثة بتحصل. سبوتس مع أنور سالم. أعزائي المشاهدين، رجعنا تاني بعد الفاصل عشان نبدأ السبوت التاني معانا. ومعانا النهاردة الأستاذ عماد سلطان، رئيس كيان الأمان للترغيب وعلاج مرضى الإدمان. أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة إحنا تناولنا الفترة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت قضية مهمة، وهي قضية الإدمان والمخدرات ووصولها. وحضرتك شفت معانا التقرير اللي احنا عرضناه، ملخص الحلقة اللي فاتت، عشان نوري حضرتك مدى الخطورة اللي احنا وصلنا لها. احنا عارفين المجهودات اللي حضرتك بتعملها، بس في البداية عاوزين حضرتك تعرف كيان أمان. كيان الأمان ده هو كيان منبثق من كتلة، احنا منبثقين من كتلة حوالي 25 كيان. رئيسة الكتلة الأستاذ عنايات السنان. كل كيان بيكون يعني متكون من 100 عضو، وبنراعي ان احنا في الاعضاء بتاعتنا ان هم ما يكونوش من منطقه واحده، يعني احنا بنراعي ان يكون في توزيع جغرافي على مستوى الجمهوريه. يعني انا ضايف معايا في كيان الامان ال 100 عضو اللي انا اخترتهم، في من اسكندريه، في من الصعيد، في من الشرقيه، من كفر الشيخ. واحنا دورنا ان احنا بنستقطب وبنرغب الحالات، وبعد كده بنضخهم للمستشفيات سواء العسكريه او المدنيه. يعني دور وساطي، يعني نقدر نقول لحضرتك بتقوم بدور الوساطه. يا فندم. تمام. يعني حضرتك دلوقتي ما نتكلم عن الترغيب معناها ان احنا بنتكلم برضو عن التوعيه، يعني حضرتك بتوعي وترغب وتجيب وتقدم. تمام. الخدمه دي نقدر نعرف مثلا انتوا وصلتوا لقد ايه، او قدرتوا تعالجوا كام حاله، او نوعيه الحالات اللي بتعالجوها؟ بص يا فندم، هو احنا دايما بنقول للشباب ان الادمان ده مرض، يعني مرض زي اي مرض، لان الشاب اللي ضل للطريق ما يقاس. لا، احنا شباب زي بعض، بنمد له ايدينا وبنقول له تعالى. اول حاجه موضوع المدمن المخدرات بيكون عايش في دنيا لوحده،
تمام. لا احنا بنقتحم عليه دنيته دي، بنمد له ايد المساعده، بنحاول ان احنا نوصل له ان الموضوع ان انت في علاج، وعلاج في سريه تامه. انا دايما بقول ان العلاج في سريه، لان في بعض الحالات اللي هي بتكون قريبه مننا بس احنا ما بنكتشفش ده الا مؤخرا، فاحنا بنحاول ان احنا الحالات دي بنقعد وبنرغبهم وبنتكلم معاهم، وبعد ما هم بيقتنعوا تماما بالعلاج بنبتدي نوجههم للمستشفيات وبنتابع معاهم. يعني مش مجرد ان احنا بنودي الحاله المستشفى، لا احنا بنودي الحاله المستشفى وبنتابع معاها، لان طبعا هو اول ما بيروح بياخدوا منه عينه وبيطلبوا منه فحوصات وبيعملوا له الكشف، ومن خلال التحاليل بتاعته بيحددوا له الميعاد. احنا بقى لازم نبقى معاه لغايه لما نوصله لغايه المستشفى، وبعد المستشفى كمان بنفضل نتابع معاه وبنعمل لهم زيارات. بما اننا بنتكلم بقى عن الترغيب والوصول، فاكيد الاعلام له دور، فهنطلع فاصل قصير عشان نستقبل الاستاذه سلوى اللي وصلت خلاص معانا في الكنترول الوقت. تمام يا فندم. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، نستقبل ضيفتنا الثانيه النهارده ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين عشان نستقبل الاستاذه سلوى عبد الله رئيس لجنه الاعلام بكيان الامان اللي انضمت لنا دلوقتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. احنا كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تيجي عن الكيان، وعرفنا من الاستاذ عماد ايه هو الكيان وايه الادوار اللي بيقوم بيها، وكنا بنتكلم ان في ترغيب بيحصل من قبل الكيان للناس المدمنين. نعرف من حضرتك بقى ازاي بتقومي بلجنه الاعلام بهذا الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالفعل انشانا صفحه على الفيسبوك وبدانا ان احنا نناشد الشباب عن طريق اللايف، نطلع لايف ونتكلم ونوعي الشباب، وانشانا كمان جروب على الواتساب طبعا للاداره بتاعت الكيان، بنتواصل عن طريق الجروب وبنحط نقاط وخطط، بنعمل بلان لنفسنا بنمشي عليها، والحمد لله بتوفيق من ربنا بنلاقي استجابه من الشباب طبعا، لان شباب مصر رجاله. اكيد رجاله وشباب وعايزه تشتغل وتنتج، فالحمد لله رب العالمين معانا عدد كبير جدا من المتعافين، مثال حي للشباب المصري اللي عنده إرادة، اللي حابب ان هو يبقى راجل صح يشتغل وينتج يكون فاعل في المجتمع ويكون عضو فعال في المجتمع. الحمد لله رب العالمين الكيان ناجح. نقدر نعرف أرقام ولو حتى في الفترة الأخيرة؟ هو بالنسبة احنا قلنا للكيان ده هو منبثق من ائتلاف كترة القاهرة، لكن الائتلاف قائم بقاله سنتين والأعداد تخطط اعداد المتعافين، يعني وصلنا حوالي 1300 متعافي على مدار احنا لسه الاسبوع اللي فات كنا في مدينه اوسيم، كنا بنكرم 25 متعافي بحضور اعضاء مجلس الشعب، وكان يوم جميل واحتفلنا بالمتعافين وباهاليهم، وشفنا قد ايه فرحه الاهالي باولادهم المتعافين اللي عادوا للحياه مره ثانيه. عادوا ويعني بطاقه ايجابيه رهيبه جدا يعني. طيب النهارده المتعافي تعافى لكن ممكن يرجع تاني، احنا ازاي نرغبه كمان في الحياة مش في العلاج ونرجعه تاني للحياة مرة تانية؟ هل بتقوموا بدور اضافي بعد هذه العملية؟ بص، هو الدور الاضافي اللي انا بقوم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا بحاول اوفر له فرصة عمل كريمة، لان احنا بنقول ان السبب الاساسي في الادمان هو الفراغ، لكن الشاب لو هو منتمي لشغل او ان هو بيصحى الصبح يروح شغله ويبتدي يطور نفسه ويطور حياته وينشغل بالحياه الاجتماعيه، اكيد ده هيبقى اكبر دافع ليه ان هو يبعد تماما عن الادمان. استاذه سلوى، احنا دايما انا بشبه دايما الادمان او الصقر بكل ده زي السرطان بالظبط، بشبههم كلهم بالحفره. الحفره اللي ممكن واحد هو ماشي يقع فيها، ايده تتكسر، رجله تتكسر، فنفكر ان احنا نوديه المستشفى، المستشفى تتملى، فنعمل مستشفى ثانيه، فمستشفى اكبر لعلاج مصابي الحفره. لكن الحفره ما تدمتش. فاحنا النهارده عاوزين نشوف هل في دور فعلي لحضراتكم وحضرتك كلجنه اعلام في اننا نبدا نفكر في القضاء او المساعده، لان ده بدور طبعا رجال الامن قايمين بدور كبير، نقدر نفكر في حاجه نقدر نساعد بيها ان احنا نقضي على هذه الظاهره تماما. بص سيادتك، انا هكلم حضرتك على ارض الواقع باللغه اللي كل الشباب يفهموها. انا بناشد الشباب وان شاء الله الخطه الجايه ان الشباب يحط ايده في ايدينا
ويساعدنا ان احنا نقضي على البؤر الاجراميه اللي بتخليهم يندرجوا في الادمان ويدخلوا في سكه الادمان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشباب لما يجوا يلاقوا فرصه عمل ويلاقوا علاج ويلاقوا رعايه ويلاقوا احتواء مننا، وان احنا اخواتهم بجد مش مجرد كيان طالعين بنقول كلام انشا وبنقول شعارات، لا احنا فعلا اخواتكم بجد، هنقف جنبكم في الازمه اللي انتوا فيها. فبالتالي انتوا لازم تساعدونا وتحطوا ايديكم في ايدينا ان احنا تقولوا لنا البؤر دي نقضي عليها، هم مكانهم فين، ايه خطتكم، بتتعاطوا بتشتروا ازاي، بتعملوا ايه، الخطوات دي كلها طبعا يعني بالاشتراك مع وزاره الداخليه طبعا. اكيد طبعا. احنا معانا مداخله، شوف معانا مين. الو. ايوه، استاذ شريف. شريف ابو السعود، الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان بدمياط. اهلا وسهلا استاذ شريف، اتفضل استاذ شريف، حضرتك متابعنا؟ اهلا. انا طبعا بشكركم على تبنيكم للحمله ديت، واحنا كمان كلنا معاكم ضد المخدرات والارهاب، ولازم نساعد في الموضوع ده. وانا بصفتي الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان بدمياط ايدي في ايديكم وتحت امركم في اي حاجه. شكرا استاذ شريف، ومبادره كويسه من حضرتك. التعاون ما بين الجهات، ما بين الاعلام، ما بين المؤسسات الحقوقيه والخدميه، عشان بس النهارده نطلع من الحلقه بحاجه. احنا النهارده عرضنا المشكله قبل كده، والنهارده عرضنا الحل. فاحنا دلوقتي عاوزين من حضراتكم ان احنا كده، احنا ان شاء الله هنكون وسيط مع حضراتكم، نحن نوصل لكم ناس من المصابين بهذا المرض الخطير او اللي وقعوا في فخ الادمان، وكمان ان هم نساعدهم ان هم يحلوا المشكله، وان هم نقدر من خلال المؤسسه بتاعه حضراتكم او الكيان ان احنا نعالجهم ونوفر لهم فرص عمل. احنا يا ريت نكون عرضنا رقم التليفون على الشاشه بتاع الكيان، وان شاء الله سواء تواصلوا معاكم مباشر او تواصلوا معانا يبقى ان شاء الله وصلنا رساله. للاسف الوقت بتاعنا خلص وجرى بسرعه. استاذ سلوى بشكرك، استاذ عماد بشكرك. اعزائي المشاهدين، ده كان استكمالا للقضيه اللي فتحناها، والنهارده قدرنا نعالج جزء من الموضوع باننا بنقدم يد العون ويد المساعده من خلال كيان الامان عشان نعالج المصابين او مرضى المخدرات، وباذن الله يتوفر لهم فرص عمل. تواصلوا معانا ومع الكيان، وان شاء الله دايما نقضي على الادمان. بشكركم على حسن استماعكم، ودايما ان شاء الله نلتقي على خير في حلقات جديده من برنامج سبوتس مع انور سالم. وفي الختام دائما سلام.